حمولتي. دونك غنبداو بلي بوشون اوطون، واحد الشكيلات بالطون بلا لاباط بلا والو تتحطو في لي بلاطو ديال بريستيج ديال لي سالي. دونك فيهم 180 غرام ديال الطون مصفي مزيان، دونك 50 غرام ديال الكونسونطري ديال ماتيشا، ماتيشا ديال الحب اولا القرعه اولا 60 غرام ديال الكريم تكون عاقده، 90 غرام ديال الكروير غابي الفرماج غابي يديروا، انا هادو جربهم بالكروير هكا كانت عندي لا ريسيت هكذا جربتهم. دونك مليحه ولا بزار، 4 تاع البيضات، المعدنوس يكون مقطع رقيق، 30 غرام ديال البصله رقيقه مقطعه رقيقه. دونك تنشدو هادشي كله تنخلطوه وتنطحنوه في الميكسر باش يتخلطوا لنا كاع العناصر كلهم، وتنعمرو به لي مول ديال السيليكون ديال لي موفين. نعمروهم به نعمروهم به ونديروهم في الفران يكون مسخن على 160 درجه 20 دقيقه، ومن بعد نخليوهم في الثلاجه، ومنين بغيو نديروهم في لي بلاطو نزوقو الفوق بالمايونيز. دونك هذا الشكل الاول. دونك الشكل الثاني دي سالي بالمي. دونك واحد بات فويتي راه كلشي تعرفها، كلشي راه موجوده حتى في الاسواق موجوده بكاليتي زعما ماشي سميتو، 8 تاع لي ترونش ديال الصومون فومي، هادو دي بالمي بالصومون. 100 غرام ديال الفرماج حمر اولا الكروير اولا لي مونتال اللي ما يكونش هذا سميتو غير تيدوب وصافي وعاطي عطيت هذاك لو كو ديالو. دونك تنشدوهم تنسرحوا لا بات فويتي تكون رقيقه، ونسرحوا فوقها لي ترونش تاع الصومون، ونسرحوا فوقها الفرماج ونلويو من لي دو كوتي باش نصوبو بالمي. كيف نلويو من هاد الجهه نلويو حتى من الجهه الاخرى من اليمين ومن اليسار. اييه من اليمين ومن اليسار ونلصقوا، ومنين قربوا لاباط قربت تلصق ندهنوا بالصفار بالبيض باش ما يتحلوش لينا، ونسدوها نلصقوهم ونديروها شويه في الكونجيلاتير باش تقطع لينا قياس واحد ما تجيناش واحده غليظه واحده رقيقه. دونك نخشيوها في الكونجيلاتير حتى تكونجلا ونقطعوها رقيقه قياس واحد ونديروها فوق بابي سيلفيريزي ونطيبوهم. دونك هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث الفلون ديال الكراب مع لاصوص ديال السيبولات. دونك هذا الفلون ديال الكراب فيه 4 البيضات كاملين، واحد سيبولات مقطع تكون رقيقه اللي هي الثوم القصابي، وكاس حك ديال لاكريم فخاش يكون ثقيل، وبواطه ديال ديك اللي تتباع راه تتباع في لي كون سيرفاس ديك الكراب اللحم تاع الكراب. سينو اللي ما لقاش اللحم تاع الكراب يطحن الكروفيت. الكروفيت ينقيه ويطحنو ويديرو معاه راه هو تيجي رائع. مذاقات مقتربين. المهم يدير لاشير ديك اللحم ديال الكراب وجو ديال الحامضه ومليحه وليبزار. دونك تنخلطو هادشي كله بالفوي، نبقاو نخلطو مع البيض وهذا سميتو الحك تاع لاكريم نقصو منه واحد جوج معلقات لاصوص. دونك هذاك الحك اللي عندنا ديال لاكريم نقصو منه جوج معلقات نخليوه ابار لاصوص، الشيء الاخر كله نديرو مع هاد الشيء هذا، ونديروهم في دوك لي مول تا هما الصغار ديال السيليكون ديال لي كيك عرفتيهم تيكونو مشين فين هادوك، نديروهم ونديرو شويه د الماء، ما نديروش الماء حيت غادي يطيبو في بان ماري، ما نكثروش الماء باش ما يطلعش لنا عليهم، نديرو غير القياس ديالنا تاع الماء ونحطو دوك لي مول ونطيبوهم في البان ماري 30 دقيقه على فران 160 170 درجة. دونك ملي هما في الفران حنا تنوجدو لاصوص ديالهم، تنديرو داك الجوج معلقات تاع لاكريم، تنزيدو عليه شوية تاع الحامض عصير الحامض، تنزيدو عليه السيبولات والملحة والإبزار، تنسخنوهم فوق البوطة مهيلة حتى تتعقد لينا تتولي ثقيلة. ألوغ ملي تنخرجو دوك لي فلون ديالنا تنخليوهم يبردو وتنزوقوهم بخطيطات ديال لاصوص ولا، وتنحطوهم حتى هما في لي بلاطو ديالنا.